بعضهن اعتدن العنف بأشكاله وألوانه، هذه تضرب وتلك تشتم، وبين الضرب والشتم اغتصاب جنسي يمارسه من يعرف عنه شرعيا واجتماعيا بالزوج ورب العائلة. لما بيقول لي انت مثل صباتي وبنظره بصير هيك، لازم يثبت هالفكره بالفرشه، لانه جوليته بنظره بتصير هو من فوق وانا من تحت مثل صباته. مش مهم عنده نلت له مقادره او ما بدي، هلا بيقول لي كلمه وحده غصب عنك. انتبهوا منيح لهالكلمه، الغصب هو مصدر لكلمه اغتصاب. هذه شهادة حقيقية هي الأولى من نوعها، قدمتها سيدة جسدت معاناتها في محاكمة صورية نظمتها جمعية كفة دعما لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وهو مشروع لا يزال محط درس في لجنة نيابية فرعية تشكلت منذ حزيران الماضي. أبرز ما في مشروع القانون تجريم اغتصاب الزوج لزوجته. واللي عرفنا أنه عم يصير في كتير تعديلات على مشروع القانون، واحدة من التعديلات هو إلغاء هذه الفقرة اللي بتتعلق بالاغتصاب الزوجي. بعض الجهات يعني كانت أعربت عن مواقفها الرافضة لمشروع القانون، ومع الأسف يبدو أنه هذه الجهات كان لها تأثير على بعض أفراد اللجنة. وكمان عرفنا مؤخرا أنه صار في ضغط من قبل بعض أعضاء اللجنة الفرعية ويمكن جهات دينية كمان للضغط على المؤسسات الإعلامية لتوقف بس السبوت الإعلامي اللي أنتجناه حول هذا الموضوع، وتوقف ببعض المحطات. حضرة السادة النواب سمير الجسر، نبيل أولى، ميشيل الحلو، جيلبرت زوين، غسان مخيبر، علي عمار، عماد الحوت، شان جينجينيان. القانون صورتكم، لا تشوهوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. كيف يفسر أحد أعضاء اللجنة الفرعية إلغاء مادة تجريم الاغتصاب الزوجي؟ بلبنان نحن في عنا مجتمع تعددي وفي عدة طوائف، هلا هون دخلت المذاهب بالقانون، يمكن من الصعب انه نلاقي ارضيه مشتركه بهيدي النقطه بالذات. هون بدي اطلب من الجمعيات ومن المراجع الدينيه انه ما يكون في مواجهة وحتى ببعض الامور صار في اعلانات يعني دخلوا اعضاء هذه اللجنه انه نحن مسؤولين عن تشويه هالمشروع. انا بقول انه ما في، مش بالضروره يكون في تشويه، شو ما صار رح نتوصل لنتيجة. جينجينيان يؤكد تأييده لمشروع القانون ودعمه له وصولا إلى مشروع قانون منصف غير مشوه سيمر في مراحل متعددة قبل إقراره.